السلام عليكم. اليوم حابة أقدم لكم طريقة عمل سلطة البرغل اللي هي الكسر بالتركي. هي سلطة كلش طيبة وخفيفة وكلش لذيذة. هنا عندنا كوبين برغل ناعم، بس راح أخلي عليه 2 كوب ماء حار يغلي يعني. ويكون كوب برغل لازم نخلي كوب ماء حار. فاني خليت هنا كوبين برغل، فخليت عليه 2 ماء حار. هسه نغطيه بنايلون ونتركه تقريبا نص ساعة. واحنا نحتاج بعد 2 بصل حبة متوسطة، واحدة فلفل، هو هذا الفلفل التركي، بس تقدرون تستخدمون الفلفل العادي. وهنا ربع باقة كرفس. هسه هنا بالطاوة خليت 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون، وخليت بيه البصل حتى يحمر. ننتظر كل يحمس كل زين، وبعدين نخلي معجون الطماطة. هسه هنا حمس عندنا البصل، هسه راح اخلي له 2 ملعقة كبيرة معجون. بس هذا المعجون احمسه كل زين ويا البصل، وبعدين اضيف له الملح والفلفل الاسود. طبعا الملح حسب الرغبة. فاني هسه راح اخلي 1 ملعقة كبيرة ملح، وروقوا وشوفوا اذا اوكي فها هي خلاص، هاي الملعقة كافية. واذا شفتوا لا يراد لبعض فخلوا. وراح اخلي رشة فلفل اسود، وهاي اذا تودون انا راح اخلي رشة مال رشة ثوم، بس ها اذا تردون يعني، هذا مو ضروري، بس هو انا اشوف انه يعطيه طعم كل الصيف. بس هذا خلاص، بس نقدر نخليه فوق البرغل. هسه ما صعدنا البصل، نبدي نخلي البرغل المنقوع بالماء الحار. طبعا وانا ما نشف ميه، لانه البرغل هو يمتص الماء الحار حتى يستوي. هسه نمزجه ويا البصل والمعجون الى ان يصير عندنا البرغل كليته لونه احمر على برتقالي. وإذا شفتوه يحتاج بعد زيت زيتون فخلونا بعد، لأنه المعجون والبصل اوريدي امتص قسم من الزيت زيتون، فما بقى فشي للبرغل. بس أنا أشوف البرغل مالتي محتاج شوية زيت زيتون بعد، فراح أخلي له تقريبا 1 ملعقة أكل كبيرة. هسه خليت الكرافوس والفلفل، تامزجهم شويه.
هسه تقدرون تذوقون الملح، اذا يحتاج بعد ملح لو لا. هسه خليت له بعد بصل اخضر وخس، يعطي طعم همنه كلش طيب. هسه راح اعصر فوقه لومي حامض وحده. هسه هاي اللومي حمضايه. اذا حابين بعد لومي حامض تخلون فخلوا عادي، يعني حسب الحموضه اللي انتم تبدوها، لا تتقيدون بالمقادير اللي اعطيكم اياها. هسه زراعتها خلصت عندنا وجاهزه للتقديم. هسه هنا بماعون التقديم انا اخذت خس من هذا النوع، بس انتو تقدرون تختارون اي خس انتو يعجبكم، وتخلون الزلاطة فوقه هيجي بهالطريقة. وهاي خلصت عندنا الزلاطة. شوي نزينها بعد من هذا الخس. هسه هذا الشكل النهائي للزلاطة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستفاديتوا من عنده، واذا حبيتوا لا تنسوا تدوسوا على لايك وسبسكرايب حتى تشوفون بعد فيديوز. مع السلامة.